ما هي الخطوات الأساسية لعملية التحكيم في فصل النزاع؟ يعد التحكيم نظاماً قانونياً لحل المنازعات خارج المحاكم النظامية، يتم من خلاله إصدار قرار يفصل في النزاع القائم بين طرفين أو أكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يطلق عليهم اسم المحكمين، يستمدون سلطتهم من إرادة واتفاق أطراف النزاع. تعرفوا معنا على إجراءات العملية التحكيمية سنداً لقانون التحكيم الفلسطيني. طلب التحكيم: الرد على طلب التحكيم، تشكيل هيئة التحكيم، الاجتماع التمهيدي، بيان الدعوى، بيان الدفاع، مذكرات كتابية إضافية، جلسات الاستماع، إنهاء الإجراءات، إصدار القرار الفاصل بموضوع النزاع. طلب التحكيم: تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم المحتكم المدعي طلب التحكيم، والذي يجب أن يتضمن وصفاً ملخصاً لطبيعة النزاع وبياناً أولياً يوضح مطالبة المحتكم المدعي. الرد على طلب التحكيم: يرسل المحتكم ضده المدعى عليه خلال 30 يوماً من استلامه الطلب رده على طلب التحكيم. تشكيل هيئة التحكيم: يتم تشكيل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، وإذا لم يتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف محكماً ويختار المحكمون مرجحاً، وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة لتقوم بتشكيل هيئة التحكيم. الاجتماع التمهيدي وثيقة المهمة: تعقد هيئة التحكيم خلال 30 يوماً من استلامها لملف الدعوى اجتماعاً تمهيدياً مع الأطراف لتنظم خلاله وثيقة المهمة وتوقعها. بيان الدعوى: يقدم طلب التحكيم بيان الدعوى من المحتكم المدعي إلى المحتكم ضده المدعى عليه وهيئة التحكيم خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم، مرفقاً بالمستندات والوثائق المؤيدة لما ورد فيه. بيان الدفاع: يقدم المحتكم ضده المدعى عليه خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه بيان الدعوى رده على طلب التحكيم، لائحة جوابية مرفق فيها نسخاً من المستندات التي يستند إليها إلى المحتكم المدعي وهيئة التحكيم، مذكرات كتابية إضافية: لهيئة التحكيم الحق في أي مرحلة أن تطلب من الأطراف تقديم أصول المستندات المبرزة أمامها في حالة عدم الاكتفاء بصور تلك المستندات لبيان الدعوى وبيان الدفاع. جلسات الاستماع: تعقد هيئة التحكيم جلسات الاستماع إلى بينات الأطراف وتعمل على تدوين وقائع كل جلسة في محضر يتم توقيعه وفق الأصول، كما يحق لهيئة التحكيم بناءً على طلبها أو طلب أحد الأطراف أن تدعو أي شاهد للحضور إلى الشهادة ومناقشته في الجلسة المنعقدة بحضور الأطراف. انتهاء الإجراءات: بعد تبادل المذكرات والمستندات وسماع المرافعات تأمر هيئة التحكيم بحجز الدعوى للحكم. إصدار القرار الفاصل بالنزاع: على هيئة التحكيم أن تصدر قرارها المنهي للخصومة خلال الميعاد المتفق عليه من قبل الطرفان، وإذا لم يتفق الأطراف فيجب أن يصدر القرار خلال 12 شهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، ويجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.